وللحديث عن التوتر المستمر بين أمريكا وإيران وحديث الصحف الغربية عن تغيير إيران لتكتيك التعامل مع أمريكا في الفترة القادمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. مرحبا بك معنا سيد طارق. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الفرصة. حياكم الله. في تطور جديد، واشنطن تحذر إيران من الاقتراب من سفنها في مياه الخليج ومضيق هرمز لمئة متر، كيف تقرأ هذا التحذير؟ حقيقة والولايات المتحدة موجودة منذ 2016-17 حيث عامي الصراعات والأزمات، لا سيما أزمات ناغلات النفط والتحدي والتجاوزات الإيرانية على الوجود الأمريكي وحتى العربي في منطقة الخليج العربي. بالتالي الولايات المتحدة وتحديدا في هذه الفترة هي أساسا وجهت أكثر من رسالة منذ اغتيال قاسم سليماني إلى الحكومة الإيرانية بعدم الخوض في معارك وعدم خلق أزمات جديدة في المنطقة من شأنها أن تزيد التصعيد في هذه المنطقة أساسا متصاعدة. فالنظام الإيراني يريد أن يزيد من هذا التصعيد ردا على الوجود الأمريكي والتحالف الإقليمي الأمريكي ضده. فعلى سبيل المثال اليوم الولايات المتحدة أدرجت قائمة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية من ضمنها وزير الداخلية الإيراني. فالنظام الإيراني يعتبر هذه الخطوة هي خطوة استفزازية للنظام الإيراني، فأتت بعدها تحذيرات وتهديدات ترامب بعدم الاقتراب من الغوايب والوجود البحري الامريكي، يعني وجود الاساطيل الامريكيه. بالتالي النظام الايراني وهو يعرف تماما ان الانتخابات الامريكيه القادمه ستحسم مصير وجود الجمهوريين على السلطه ام لا، فمن الممكن ان تقترب الغوايب الايرانيه لتزيد الطين بله في تلك المنطقه وليخلق ازمه جديده، تخلق ازمه جديده في المنطقه، لان الامريكان حضروا وسينفذوا تهديدهم وتحذيراتهم. نعم. طيب في اي سياق يمكن تصنيف رد الحرس الثوري الايراني حول هذه التهديدات؟ النظام الإيراني ليس لديه كثير من الأوراق اللي يلعب بها. على سبيل المثال بعد اغتيال سليماني النظام الإيراني من أجل أن يسلط الأضواء ضرب الطائرة الأوكرانية حتى يغير مسير الأزمة والصراع الموجود بينه وبين الولايات المتحدة. بالتالي واليوم النظام الإيراني يريد أن يوجه الأنظار إلى الوجود الأجنبي في منطقة الخليج العربي. بالتالي الحرس الثوري من الممكن أن يسير رفع بحرية باتجاه الوجود الأمريكي بالمنطقة. ولا تنسى أن لا قيمة لتلك الرفع البحرية وليس حتى للضباط والكوادر الإيرانية في الحرس الثوري، لأن خير دليل على كلامي هذا قبل أسبوع النظام الإيراني ضرب صاروخا باتجاه واحدة من القطع البحرية وهنالك أكثر من 40 قتيلا وجريح في هذه الحادثة. بالتالي النظام الإيراني سيضحي ببعض من القطع البحرية والشخصيات البحرية من الكوادر الجيش والحرس الثوري حتى يخلق أزمة جديدة يستهلكها أولا إعلاميا وإقليميا، ثم يذهب بها إلى الأمم المتحدة ليصدر قرارا أمميا أو ليتذرع ويتظلم أمام العالم بأن الوجود الأجنبي في منطقة الخليج العربي يحدد الأمن القومي الإيراني. نعم. برأيكم سيد طارق، لماذا يرغب ترامب بكل قوة شن حرب على إيران؟ وهل تميل للتفسير الحزب الديمقراطي بأنها مزايدة انتخابية أم أنه بالفعل يريد ذلك؟ أولا الحكومة الأمريكية برمتها جمهوريين والديمقراطيين لا يريدوا أن يخسروا منطقة الشرق الأوسط لا سيما الخليج العربي حتى يحل مكانهم الصينيين والروس والأوروبيين. بالتالي الوجود الأمريكي مهم جدا جدا للأمن الاقتصادي وللوجود السياسي الأمريكي في المنطقة. ولكن في هذه المرحلة وتحديدا الرئيس الأمريكي سيد ترامب لا يريد أن يخوض حربا ولا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع إيران، لأن أولا من الجانب الأول سيخسر الانتخابات القادمة الأمريكية بسبب الخسائر التي ستحصل في الخزانة الأمريكية. بالتالي النظام ومن جانب ثاني الولايات المتحدة لا تريد أن تخوض حرب في ظل وجود جائحة كورونا وفي ظل وجود مواقف ضبابية من قبل الاتحاد الأوروبي وحلفاء أمريكا لا سيما الإقليميين تجاه إيران. وبالتالي الولايات المتحدة
تقتنع بضربات محدودة توجهها للنظام الإيراني وتوجهها للقوات الإيرانية من الجيش والحرس السوري في المنطقة، يعني وكلها هي بالتالي يعني ترجع للمرحلة، يعني حسب المرحلة، إن كانت في سوريا، في العراق، في الخليج العربي، إن كانت قواعد إيرانية، إن كانت تحديات وتجاوزات إيرانية على الوجود الأمريكي، كلها ستواجه ضربات محدودة أمريكية فقط من أجل أن يدعون إيران، وفقط من أجل أن يحددوا إيران ويحجموا دور إيران في المنطقة. أشكرك جزيلا السيد طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.